خلينا ناخد بقى نفتح كده الجانب الفني، بما اننا دخلنا في الفنيات والمباراه الجايه ومعانا يعني على التليفون واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر ومن اصحاب الاراء يعني المميزه دائما الكابتن عمرو الحديدي. مساء الفل يا كابتن. مساء الفل يا زويد، اخبار حضرتك ايه؟ ومساء الفل على الكابتن احمد عيد والكابتن حسن مصطفى. تحياتنا كباتن. ازيك حبيبي يا كابتن عمرو؟ ازي حضرتك حبيبي يا فنان، والف مبروك الصعود وربنا يكرمك في القادم باذن الله. الله يبارك في حضرتك يا كابتن، ربنا يخلي حضرتك. حبيبي يا كابتن. يا كابتن عمرو، احنا عندنا يعني طبعا جوله افريقيه مهمه للاربع انديه، جوله جايه الاهلي هيواجه سان داونز، الزمالك عنده شباب بلوزداد، وكمان بيراميدز وفيوتشر عندهم ماتشين ان شاء الله يعني ممكن يكونوا فال كويس ان الاثنين يصعدوا، لان في لسه احتماليه كبيره ان بيراميدز وفيوتشر يصعدوا الاثنين سوا. لكن خلينا في النادي الاهلي وهو اول لقاء واللقاء الاهم قدام سان داونز في بريتوريا في جنوب افريقيا الساعه 3، مباراه هل بتعتبرها حاسمه في مشوار الاهلي السنه دي في دوري الابطال؟ بص يا زوليد، لازم نتكلم في كلمة مهمة قوي. احنا كمصريين لازم نقول ايه؟ احنا ورا الكرة المصرية، من يمثل القارة او من يمثل البطولة اللي هو بيلعبها احنا كلنا معاه ايا كان من هو. نرجع لاسم النادي الاهلي. النادي الاهلي، انا مسافر سان داونز عشان ماتش يوم السبت، كل السوشيال ميديا وكل الناس الماتش صعب، انا ليا دعوة بحاجة واحدة، افكر في ان انا العبه في جنوب افريقيا في الثلاثة بونت. ازاي؟ ما قارنش المباراة اللي أنا لعبتها في مصر إن أنا كان عندي سوء أداء، عدم استغلال الفرص، أفكر في إيجابية نتيجة إيجابية. ما فكرش بقى أنت كنت بتلعب ماتش الداخلية وعينك وودنك مع ماتش الهلال، هيعمل إيه؟ هيكسب؟ هيخسر؟ سان داونز عمل إيه؟ خليك في اللي أنت فيه، فكر في الملف اللي أنت رايح له بإيجابية. إن أنا بطبيعة أي مدير فني أو أي لاعب يخش جوه الملعب جوه الاوضه بيقول له كلمتين، لو ما كسبتش ما تخسرش، حقق الاساس، انت رايح للمكسب. هنقول حاجه، نادي الزمالك مش هو ده اللي كسب الترجي 3؟ طيب فيوتشر مش هو ده اللي كسب الجيش الملكي؟ بالظبط. احنا ما عندناش صعوبه، احنا اللي بنصعب على نفسنا. زي ما بنقول لك ايه، القيمه الماليه والامور الراسماليه للفرقه دي 800 مليون، انت ليه تملي بتقلل من قيمه لعيبتك وبتكبر من قيمة الخصم؟ اما قلت الدحيل القطري وما قلت الهلال السعودي، فكر تملي انك انت بتلعب باسم مصر بصفة عامة، بتلعب باسم النادي الاهلي المتوج للبطولة كذا مرة بصفة خاصة، ادي اعمل اللي عليك وما يحصلش تخاذل من واحد. الماتش ده ماتش لعيبة كرة مش مدير فني، يطلع بيانات يطلع تصريحات من ادارة من اتحاد دولة، اللي يقول يقول. اول لما يتقلك ان الهلال بيقول انا مش عايز العب المباراه القادمه مع الاهلي في مصر وبطلب ارض محايده، يبان قيمتك بالنسبه للخوف اللي انت موصله له. اتنين، جنوب افريقيا هتفتح الملعب من على مصاعيه بدون اي مقابل للتذاكر لحضور الجماهير، ده مدى صعوبه الموضوع. ما فايلر كسب جنوب افريقيا في جنوب افريقيا، هو اللي احرج موسيماني وهو اللي موسيماني احرق فرقه سان داونز فرقته القديمه. فكر الكوره اللي احنا نعرفها دي شخصيه، دي لعيبه رجاله، الماتشات دي بيبان امتك. احمد عندك وحسن لعبوا مع انديتهم ولعبوا بطوله امم، انت بتخوف نفسك ازاي؟ ما هي دي الناس اللي كانت موجوده في بطوله امم 2006 و2008 و2010، وكانت الاسماء اللي موجوده كبيره، دروكبا وايتو والاسماء الكبيره اللي احنا نعرفها. يعني الموضوع مش سهل، مع ان الاسماء اللي بنتكلم عنها دي احسن لعيبه موجوده في اوروبا، في احسن انديه اوروبا. بالظبط. احنا اللي بنكبر الموضوع على حساب امكانياتنا ونفسنا، بنقلل من قيمتنا وسط الناس مع ان احنا عند الناس كبار قوي. هو كابتن عمرو، يعني لو بتتكلم عن قيمه تسويقيه فهو الاهلي رقم واحد، يعني هو الاهلي اعلى حتى من سان داونز كقيمه تسويقيه وكاسماء نجوم وكعدد لعيبه دوليين وكتاريخ وكحاضر وككل شيء. لكن طبعا يعني اكيد هي المباراه صعبه، وانا عايزك تقول لي ايه اللي يفكر فيه كولر في مباراة زي دي؟ زي ما قلنا مباراة لازم تعمل فيها نتيجة إيجابية، بتلعب على أرضه، هو دايما بيكون حريص انه يلعب مع النادي الأهلي تحديدا العصر وفي وقت يكون فيه بيلعب لحد العصر. يعني هو دايما كمان عندهم أفضل استعداد وأفضل إضاءة، الزمالك لما خد منه والزمالك بيروحوا يلعبوا العصر نفس الحكاية. هو دايما الأندية الشمال أفريقية بيكون حريص يلعبهم في الوقت ده، ومؤكد الأهلي والزمالك ما بيلعبوش في الوقت ده كتير. فإيه اللي يبدأ المباراة ازاي؟ الاسماء اللي ممكن تبقى موجوده في التشكيل الاساسي، هل يغير في التشكيل؟ طبعا مباراه المقاولين والداخليه. اتفضل.
احنا هنبقى متفقين ان فرقة سان داونز مختلفة عن كل الفرق اللي اتفرجنا عليها، ان هم بيحضروا الثلاث خطوط على اعلى مستوى، ما بيشتغلوش عرض كتير على قد ما بيشتغلوا من العمق في الحاجات اللي فيها الوان تو هات والدبل باس والحاجات اللي هي اللي احنا بنحب نتفرج عليها. استحواذك على مجريات نص الملعب واستغلال الفرصة اللي هتجيلك تعلم من كفة ادائك كويس قوي. هو مش هيختلف عن الشناوي وعن هاني وعن ياسر لإصابة متولي وعبد المنعم ومعلول. انت بتفكر في ديانج والسلية، القيمة انا اسف ديانج وحمدي فتحي، انت عارف ان الاتنين دول كميتهم لايقة، بس في الثبات هنا مش هدي مهام لحمدي فتحي غير في حاجات معينة. كل اربع خمس هجمات زيد في واحدة، كرة ثابتة، كورنر، حاجات ثابتة. اطرافك انت كنت بتتمنى ان حسين الشحات يكون موجود بيحللك، بس طاهر ادانا انطباع في ماتشين برضو. النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي عنده اصابات كتيره، ما اختلفناش، انت عندك كم من الاصابات كتيره جدا، مستشفى النادي الاهلي يا حسن مليانه، بس انت دلوقتي طاهر طمنك بالاداء اللي احنا شفناه في ماتش القطن وفي ماتش المقاولين والروح وعبد القادر ولا تاو. انا بقول ان هو بيلعب تاو عشان حاجه واحده بس، العامل النفسي اللي هو رايح في بلد جنوب افريقيا على وعسى يديني الانطباع اللي يثبت في اذهان الجماهير المصريه وجماهير النادي الاهلي بصفه خاصه من ادائه. ممكن يعمل واحده، هو ما شفناش منه واحده غير اللي عملها في ماتش هنا وفي ماتش القطن وحصل ضربه جزاء، حاجات معينه انت بتبقى فيها ايجابيه. انا عايز اقول لك يا كابتن عمرو، بيرسي تاو هناك نجم الساعه، يعني كله عمال ياخد معاه سيلفيات، بس اعتقد معانا صور لبيرسي، خلي بالك نجم البعثه هناك. راح المنتخب هو طبعا هو لاعب دولي، طبعا هو وفخري لكاي هو خلاص. انت بتتكلم عن حاوي فريق جنوب افريقيا، هم معتبرينه كده. انت بقى هتفكر يعني اللغز اللي في دماغ كولر، قفشه ولا القندوسي، كهربا ولا شريف، بس خلاص الباقي كله ثابت، الباقي كله ثابت. يعني لو لعبت بتاو وطاهر او حسين وعبد القادر مش هتفكر في حاجه ثانيه. لازم برضو الراجل يعني ثبات تشكيله أداؤه وفرة البدلة اللي موجودة معاه. عشان نأكد برضو ان يعني كابتن حسن كان بيتكلم على الإصابات، كابتن عمرو شاركوا في التدريب الأخير، حسين الشحات شارك، عمرو السلية شارك، عبد القادر شارك، وخالد عبد الفتاح شارك، فباعتبار ان هم مشاركين في التدريبات. موافقك في كل حاجة، بس مستحيل انك هتجيبني من بعيد عمرو بالذات يبقى موجود يعني بعد شوط، بس مش من البدايه ترميه في النار كده. انت بص، حاجه من الاثنين يعني، حسن نجم نص ملعب وكابتن احمد هاف وتحت الفيرود وفيرود، الاحساس بتاع الاداء، انت عندك موهبه بس احساسك واللعب والجمعيه، التمرين مهما هو مجرد وحده تمرين بتاخد منها جزء معين، بس الماتشات حملها مختلف طبعا، ضغطها مختلف. خالد عبد الفتاح انت كل مره بتجيبه تحطه في النار، اول مره تحطه في النار ماتش الزمالك، تاني مره تحطه في النار لعيبته سيرد باك، تاني مره لعيبته باك ليفت، انت بتشكله عشان اداؤه يديك الانطباع ده. فانت مش هتفكر في حسين، برضو ذكاء الدكتور مع الربط مع كولر. المشكله فين؟ سمانه دي كانت عند عمرو زي متولي خلفيه، طب حسين كان صبعه مكسور وفي شد، طب حسين لو اشتغل نص، طب ما هو الراجل لما لعب كهربا قال لك انا جات لي فكره جنونيه ان انا لعب كهربا فيرود، هو يعرف كهربا منين؟ من تدريب كهربا والتزامه ووجود يسمي كيري اللي موجود معاه محلل الاداء، عارف كهربا من ايام كان في سويسرا، فانا ممكن ادي الكهربا يديني شوط كامل يعمل لي في كل حاجه، راجل بيستغل اضيق فرصه يحرز منها هدف، يبقى ده فيرود من انصاف الفرص. طب وبعد كده انزل شريف، طب وبعد كده طاهر، القوه والسرعه والالتحامات والاشتراكات في العاب الهواء. اما ديانج وحمدي يبقى معايا السوليه بره ومعايا مروان، انا موافق معايا يعني انت مبدئيا عايز اتنين ديفندر 4 2 3 1 وقدام يبقى في 10 يا قندوس يا قفشه، مش 3 ديفندر. انا بقول من وجهه نظري مش مروان مثلا أفشا مع ديانج وحمدي، لا 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 قفشه. ليه؟ قفشه من الناس اللي لما بتيجي تقرا الماتش هو عارف امكانياته وعارف هو يدي ايه وعارف الناس اللي قدامه بتفكر فيه ازاي. في ناس لما بتنزل غيار بيبقى دارس بره كل الشوط اللي تم رؤيته ويبتدي يشتغل هو، وفي حد ما بيعرفش يشتغل غير من البدايه، وعندك الكابتن احمد والكابتن حسن، في ناس كده، في لعيبه في مصر تحب من البدايه المبادره، ما بتحبش بتاخد وقت عقبال ما تخش في الجيم، يعني لو من الشوط الثاني هتاخد لها يجي 10 دقائق عقبال ما تتاقلم، وفي اي وقت تنزلني انا هبقى هجيد وانا بادي كويس قوي. دي ما فيهاش كلام، يعني احنا بنتمنى وكل طموحنا ان لعيبه النادي الاهلي ده ماتش اللعيبه
مش مدير فني. مدير فني هو راجل بيشرح بيقول خطط معينه من وجهات نظره لرؤيته للفيديوهات اللي شافها عن جنوب افريقيا والمباراه اللي لعبها في مصر. اللعيبه ورجوليتها وادائها والروح الماتش اتحسن في جنوب افريقيا. طيب اخيرا يا كابتن، وانت كنت مدافع كبير ويعني فريق صن داونز الحقيقه عنده خط وسط وهجوم واجنحه مميزين جدا، لعب سريع من لمسه او لمسه ولعبه، اختراقات طول الوقت، تنوع في اللعب ما بين الاختراقات في العمق والاختراقات من الجنبين، عندهم راس حربه مميز شالوليلي، يعني فرقة مجهدة دفاعية. انت شايف طريقة الدفاع تبقى عاملة ازاي؟ هل مثلا مان تو مان ولا يكون في تأخر لواحد من الديفندر؟ يعني مان تو مان وتسليم مع اتجاه الكرة، الكلام ده احنا كنا بنقوله في الناشئين والحاجات. لا تضييق المساحات ما بين اطراف النادي الاهلي والعمق، اللي هي الحاجات اللي ما بين هاني وما بين ياسر، الحاجات اللي ما بين محمد عبد المنعم ومعلول، الزيادة وقراية الملعب، الشغل كله هيتعمل من عند علي ولا من عند هاني، هم شغلهم كله من العمق. يبقى التمركز وتضييق المسافات اللي ما بين خط الظهر ونص الملعب دي مهمه قوي. يمكن حسن عندك في مباراه صفاقس نص الملعب اللي خلى النادي الاهلي يستحوذ على اداء مباراه صفاقس بجون ابو تريكا الشهير، ان هم امتلكوا زمام الملعب والانصاف الفرصه اللي جت اتحرز منها هدف، مع انك انت المفروض تقول ايه، انا بقفل اقفل والعب على المرتد. لا، انت زي ما هو بيشتغل انت بتضيق المساحات وبتشتغل معاه بنفس الاسلوب. طبيعي ان هيشتغل معاك اول 10 دقائق مع جماهير ضاغط جامد جدا، زي ما احنا خسرنا ماتش السنغال اول دقيقه ولا اول دقيقتين، بعد كده الماتش مشي عادي. انت اضغط كويس قوي، التمركز، المان جوه الصندوق في الكره العرضيه، ما فيش حاجه اسمها انا اعتمدت ان الشناوي هيطلع، اعتمدت ان عبد المنعم هيغطيني، لا، ما فيش اعتماد فيها. ساعد نفسك بنفسك، انت هتستعمل مان في الصندوق يبقى مان، نفسه اللي داخل جوه مناخيره انا جواه، الريق اللي بيبلعه انا مشاركه فيه، في حاجات كده جوه الصندوق ما فيش اسمها اعتماد، ولو بنسبه تركيزي 105% لا يبقى 150%. ادائهم بقى وازاي استغل الكور او الفرص اللي هتتاح، لازم اكون ايجابي بنسبه 99% على المر. ضغط عالي ولا زون ديفنس افضل يا كابتن عمرو قدام فرقه؟ لا، اول حاجه انت هتشتغل تلت ملعب، هتشوف هم هيحضروا ازاي، هو هيضغط عليك وانت بتحضر، هيشوفك انت بتحضر وانت قلقان وعندك ثقه في لعيبتك ولا مضطرب، الضغط اللي عليك هيبقى بالشكل ده. اما الضغط اللي انت بتتفرج عليهم فيه، سيبهم يحضروا وضيق المساحات ما بين خط الظهر ونص الملعب والفراوده، وضيق المسافه اللي ما بين القلب والاطراف، اذا كان حسين ولا طاهر ولا تاو ولا هاني ولا الجهه الثانيه معلول ولا عبد القادر. انت ماتش ريال مدريد عملت كل حاجه في الكوره وباقي لك 8 دقائق، الفراغات او التاكد او الثقه الزياده عن اللزوم اللي ما بين استغلال الفرص اللي كانت ما بين الفراغات اللي في خط الظهر وما بين نص الملعب، هم الاربع مرات اللي راحوا بيهم هم اربع اداء يمكن كلنا استغربنا ان فينيسيوس مش هو الواو اللي كسر الدنيا على هاني، قلنا هاني من الاول ركب الجيم بلغه الكوره، بس اما بيستغل فرصه يجيب منها جون، انت هنا ما كنتش نجم المباراه، هو اللي بقى نجم المباراه عشان هدف اللي انت حاجب منه ان هو يجيب جون، هو كان اذكى منك واستغل الفرصه خلال ال 91 ولا ال 95 دقيقه بمجريات المباراه بالكامل. اللعيبه وروح النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليها وعشناها تقدر تخلي المباراه في حته ثانيه مهما كان الوقت الزمني والساعه البيولوجيه لوجود نسبه الاكسجين والحاجات اللي احنا عارفينها في جنوب افريقيا. احنا مش غريب علينا ان احنا لعبنا مع الفرقه دي كتير قوي على مدار 5 سنين، انت بتتواجد باستمرار ويحصل معاك القرعه تلاقي سان داونز معاك. اي واحد فيهم او اي واحد في الفرقه، اذا كان هلال ولا سان داونز ولا القطن، مش عايز النادي الاهلي عشان ما يبقاش هو البعبع اللي معاك في الادوار اللي بعد كده. نفس الكلام الترجي وبلوزداد، مش عايزه الزمالك تبقى موجوده، عشان نبيل معلول قالها في المؤتمر الصحفي، اتمنى خروج الزمالك عشان الطريق يبقى مريح لينا في الادوار المتبقيه. احنا بنحب الكره المصريه متمثله في اي اسم نادي هيمثل دوله جمهوريه مصر العربيه في البطوله اللي هو رايحها. احنا بنحب بلدنا قوي، مش عايزين الاحتقان الزائد عن اللزوم من اللي احنا بنسمعه. الدنيا ماشيه كويسه، واللي كسبان بنقول له الف الف مبروك انت عملت اللي عليك، والخسران بنقول له هارد لك انت السبب في ده، كنت ممكن تراجع حساباتك من البدايه، كنت تبقى متربع على عرش البطوله او الجدول من بدايته. دخلت نفسك في حيز بيس، الضغط اللي انت ولدت نفسك فيه او وضعت نفسك فيه تقدر تعدله بادائك والتزامك واصرارك وروحك.
تمام كابتن عمرو الحديد، يعني متفائل واحنا ان شاء الله كمان متفائلين. بشكرك شكرا جزيلا. خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنتابع تقرير عن مباراة الاهلي وصن داونز. طبعا مواجهة قوية منتظرة بين الطرفين، لكن كالعادة الاهلي في المواجهات الصعبة بيكون حاضر. ونرجع تاني نكمل كلامنا مع ضيفينا العزيزين.